من جانبه أكد وزير المالية أحمد كوجك حرص الحكومة على تقديم مزيد من التيسيرات الضريبية، ومشيرا إلى تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات التي تقل قيمة أعمالها عن 15 مليون جنيه. كما أوضح كذلك أن الحكومة تقدم تسهيلات للممولين كافة لإغلاق ملفات التقديرات الضريبية الجزافية. كان في بعض الإجراءات والإصلاحات دي بتتطلب تعديلات تشريعية، فإحنا جايين بالتعديلات التشريعية دي. وزي ما دولة الرئيس أوضح كان في ثلاث تعديلات تشريعية مهمة قوي نعملها عشان خاطر نقدر بإذن الله نفعل كل الإجراءات اللي تمت. خلينا يعني نروح في أول حاجة، هو موضوع ما كانش عندنا زي ما قلنا قبل كده نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وشركات الناشئة اللي هي بتكبر جدا في مصر، اللي هي مجموعة من الشباب ممكن يعملوا مشروع ويبقى بيصدر لبره، اللي هو حد عنده فكرة وبدأ مشروع عايز يكبره، فإحنا عايزينه يكبر وعايزينه يعني يبقى عنده قدرة أنه يستفيد من كل إمكانيات الدولة من تمويل وغيرها، وبالتالي بنوجد له هنا آلية متكاملة أنه يخش في المنظومة بشكل سريع وبشكل جيد. ده جدول بيلخص قد إيه حجم الفايدة اللي ممكن ترجع لأي مشروع صغير أو متوسط حتى 15 مليون جنيه انه ينضم لهذه المنظومة الجديدة. هتلاقوا ان في حاجات كتيرة جدا 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 كان في الوضع السابق هو مطالب بيها، ضرائب الدمغة، رسم التنمية، ارباح الرأسمالية، كل ده اتشال، ضريبة توزيعات الارباح، كل ده اتشال حتى 15 مليون جنيه وكان قبل كده بيمثل عبء عليه. يمكن في ارباح تجارية وصناعية هي فضلت موجودة، لكن الحقيقة ان احنا بسطناها جدا، بدل ما كان بيدفع رقم من ارباحه 22.5% ويبقى دايما في خلاف مع المصلحة ايه الايراد وايه المصروف وايه اللي يدخله وايه اللي يستبعده، احنا عملنا له منظومة بسيطة جدا، ضريبة قطعية بيدفع على كل شريحة رقم محدد، وبالتالي هو عارف إيه اللي عليه وهو بيعمل المشروع وعارف قد إيه أعباؤه.